أخرى من موقع 3-in-1. فقط أولا نقوم بالدخول إلى الموقع، هكذا نضع اللوغين وكلمة المرور كما تلاحظون، ثم نضغط على تسجيل الدخول. كما تلاحظون أن الكم من قبل في الحلقة السابقة قمت باستثمار 10 روبل، الآن نسبة الاستثمار أصبحت كمية الاستثمار أو الربح من الاستثمار هي 1.25، والكمية المجمعة من المجانيات من تصفح المواقع ومشاهدة الفيديوهات ومشاهدة الفيديوهات هي 4 روبل. لسحب الكمية المستثمرة نضغط هنا، ولسحب الكمية التي من الناتج عن التصفح نسحبها من هنا. إذا كما تلاحظون أنا في حسابي 19 روبل، أذهب مباشرة لإجراء عملية السحب. إذا أضغط على السحب هكذا، ثم أضغط فاير، ثم أضغط سحب هكذا، أنتظر الحدث. تم الدفع بنجاح. إذا نغلق هذه هكذا، نذهب إلى الفاير ونقوم برفرش للصفحة. كما تلاحظون كان 19، نلاحظ الآن أصبحت 21. ثم أقوم بعمل سحب الكمية الناتجة من عمل التصفح، نضغط على سحب هكذا، ثم نختار فاير، ثم نضغط على عملية السحب. تم الدفع بنجاح. كما تلاحظ البالانس الخاص بي أصبح 0. أقوم برفرش للصفحة هكذا. إذا كما تلاحظون أصبحت 25. إذا فقط تنويه لمتابعي قناة جامل المعلومات، مثل هذه المواقع لما تقوم بتسجيل بها، إذا وجدتم أنني وضعت موقع ما وهو في الأيام الأولى حوالي من شهر أو شهر ونصف، يمكنكم إن كان فيه طريقة العمل بالمجان فاعملوا بالمجان في الأيام الأولى للموقع. مثلا موقع بدأ من يوم، ذلك الموقع يمكنكم الاستثمار فيه، لكن الموقع التي نضعها وبدأت بالعمل منذ شهر أو شهر ونصف لا تقوم بالاستثمار فيها أبدا. مفهوم؟ فهمنا إن شاء الله. لأن مثل هذه المواقع تغلق بعد حوالي شهر أو شهر ونصف هكذا. إذا هذا ما لدينا في هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك لتشجيعنا على الاستمرار، وإلى اللقاء في موضوع جديد إن شاء الله.